مشاهدينا، بنحييكم بهالحلقة الجديدة من نبض بيروت اللي بصرنا نستضيف فيها مدير مركز الارتكاز الإعلامي أستاذ سالم زهران. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك. اشتقنا لك، مع إنه اسم الله عليك اشتقنا لك بالأو تي في، بس عم نتابعك مش ملحق. أنا بصراحة كنت بحب إن يكون بالبودكاست معك، بس هيك ثاقبت الظروف أكيد. معود أحكي كل شيء على الهواء. أهلا وسهلا فيك. الظروف مش خارج برنامج تسجيل، بس بوعد حالي بحلقة معك إذا الله راد. نتشرف فيك أكيد. رح أسألك من الآخر السؤال اللي يمكن كلهم سألوك إياه هون، أنت واصل أنت على الطريق، كل الناس بتسأل ذات السؤال اليوم. تفتح جبهة الجنوب بشكل كتير كبير ولا تبقى الأمور مضبوطة ضمن نفس قواعد الاشتباك اللي عم نشوفها، علما أنه عم نلاحظ من يومين لليوم وكأنه هيك عم تتصاعد حدة التوتر والاشتباكات بيننا وبين إسرائيل؟ يعني بصراحة في أسئلة ما في جواب عليها بإيه أو لا، خاصة أنه المشهد الإقليمي والدولي عم بيصير معقد أكتر، بس كل مرة عم نجرب نعطي للناس هت هيك سريع وبسيط. بالحلقة الماضية قلنا لهم ما في بقوسي بالحرب، يعني مش رح تنقذوا، وهيدا يمكن الشيء ضروري يتعمم على الناس، لأنه أنا مقتنع أنه حزب الله اللي هالقد حريص على الناس بكل هالتجربة مش رح يفاجئهم ضربة واحدة مرة واحدة، لا، الحرب واضح أنها طالعة بالتدريج. مش رح أهرب ورح جاوب على سؤال حضرتك، ويمكن هيدا أصعب سؤال بينسأل عنه أي شخص ابن مهنة. هلأ الشخص اللي قلبه قوي وبيحب يجاوب ويحسم أنه في حرب أو ما في حرب، أنا بحسده. أنا لا أجرؤ أن أقول للناس أنه في حرب نهائيا أو ما في حرب، لكن أنا في يقولوا أن الجبهة الجنوبية حرارتها عم ترتفع تدريجيا ورح تبقى عم ترتفع، لكن واضح أن محصورة عسكر في مقابل عسكر رغم سقوط بعض الشهداء المدنيين من الجانب اللبناني. يعني رح يكون مباشر وواضح، بلشت المعركة واسمها معركة، صار لأنه عم نحكي عن أكثر من 13 شهيد عسكري مجاهد لحزب الله، حوالي 4 أو 5 مدنيين وفلسطينيين يمكن قدهم. بلشت المعركة حصرا بمزارع شبعة وتلال كفرشوبة وإخراج بلدة الماري، الأراضي اللبنانية المحتلة. توسعت بالعرض باتجاه راس النقورة، يعني صرنا عم نحكي على طول خط الاشتباك اللبناني الإسرائيلي بين هلالين، والإسرائيليين اليوم إعلامهم صاير بيشبه إعلامنا، عم بيسهل المهمة علينا. طلع الناطق العسكري يقول 5 كيلومتر فضينا من الحدود مع لبنان، يعني عم بيعطي إشارة نوعا ما على أن هذه هي بقعة الاشتباك. حزب الله عم يحرص يصيب مراكز عسكرية ويقتل إسرائيليين عسكر، وكتير سهل عليه يصيب مدنيين بمستوطنات، لأنه حضرتك بتعرفي العسكري اللي حاطط خوذة ولابس درع ومخبى بدريئة مخبى بمركز تحت الأرض وعنده كل الأجهزة حواليه كتير أصعب تقتلي من مدني قاعد ببيته أو مستوطنته أو على الطريق أو عم بكزر. نعم، الناس بدهم يقلقوا مثل ما قلقانين الأردنيين والمصريين والسوريين والعراقيين، لأنه المشكلة هي إقليمية منا مشكلة لبنانية، لكن نعم الناس بدهم يطمنوا لأمرين. الأمر الأول، ما رح يكون في حرب مفاجأة بقوي قلبي وبقول أنه ما رح يكون في حرب مفاجأة، ورح تبلشوا تحسوا فيها تدريجيا شوي شوي. الأمر الثاني، أنه جبهة الجنوب لحد اللحظة واضح انه حزب الله عم بيرفعها من وتيرتها، عم بيسخنها، لكن بعدها ضمن قواعد الاشتباك عسكر بعسكر. كانت قبل قواعد الاشتباك إلى علاقة أكثر بالجغرافيا، يعني ضمن مزارع شبعة، اليوم قواعد الاشتباك إلى علاقة أكثر بالعسكريين والمدنيين، ولهيك اليوم فينا نلاقي الحياة بسن الفيل طبيعية، فينا نلاقي الحياة بصيدة طبيعية، بالنبطية طبيعية، بل حتى اليوم عم بقرأ هلأ أنا وجاي على الحلقة أحد المحللين الإسرائيليين عم بيقول للقناة 13 إنه حزب الله عامل حياة طبيعية بجنوب، والناس عم يتنقلوا بالوقت اللي نحن يا بالملاجئ يا معطلين ما عملنا وما صنعنا. وإذا بتعمل مقارنة هيك اقتصادية سريعية،
طب الميل التاني في معامل ومصانع كمبيوتر وأدوية ونحن يعني ايه خسائرهم اكبر بكثير. اكيد 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 ممتاز، ما في مقارنة. طيب طالما عم نقول انه بعض الامور ضمن نفس قواعد الاشتباك وما في بقوسه بالحرب، اي متى ممكن تتوسع رقعه الامور؟ يعني شو هو هذا الخط الاحمر اللي على طول بينحكى عنه واللي يدفع حزب الله الى تدخل اكبر والى عمليه عسكريه اكبر تطرح علامه استفهام حول الحرب الشامله حلو بلبنان؟ حلو السؤال. بالحقيقه ما في خط احمر، في خطين حمر. في خط احمر محلي له علاقه بالمعركه، يعني اليوم اذا الاسرائيلي راح قصف ابعد من بقعه الاشتباك بالجنوب بده يجبر حزب الله كمان يبعد بالقصف. اليوم الاسرائيلي اذا استهدف المدنيين بطريقه وحشيه بربريه، بالرغم رح ارجع اعيد مشان ما حدا ينتقدنا، استهدف المدنيين من ضمنهم خينا وزميلنا عصام عبد الله، لكن اذا راح يستهدف قرى ليروح 40 و50 و60 شهيد بنكون كمان رحنا على المواجهه الكبرى. اذا لكي تكبر المعركه او الخطوط الحمر لهذه المعركه هن خطين. الخط الأول محلي له علاقة بحسابات الجبهة الجنوبية، وبس نحكي الجبهة الجنوبية صرنا واضح شو عم نحكي، يعني واضح. إذا الإسرائيلي ضغط أكثر، بعد أكثر، صاب مدنيين أكثر. الخط الثاني لا، هو ما خط ما له علاقة بلبنان وبحزب الله، هو خط له علاقة بالمشهد الفلسطيني. الإسرائيلي شو إجا عم بيقول؟ عم بيقول واحد هدف الأول اليوم تهجير الغزيين صحيح. كلهم على سيناء، وبطلنا عم نحكي عن تحليلات وعن أرشيف. أنا واحد من الناس، يمكن من أوائل الناس اللي شالوا صوتية حسني مبارك وحطوها على تويتر بلبنان وطلعنا ذكرنا فيها. لا، اليوم طلع الرئيس المصري السيسي رسميا بحضور المستشار الألماني على سمع كل الناس يقول في مشروع لتهجير الفلسطينيين إلى غزة، سوري إلى سيناء. وبالتالي إذا هذا المشروع قدر الإسرائيلي أنه ينفذه أكيد رح نروح على مواجهة كبرى، وبوقتها ما بنكون عم نحكي عن حزب الله، بنكون عم نحكي عن الحوثيين والعراقيين وجهة إقليمية. نعم، واللي صار ليش؟ بال24 ساعة الأخيرة عطى مؤشرات، هين علينا الحكي اللي كنا دائما نحكي عن وحدة الساحات نحن وكتار، لأنه أصبح أمر واقع. ليش؟ لأنه ببساطة الإسرائيلي عنده ثلاثة مشاريع. مشروع أول تهجير الفلسطينيين من غزة، ممتاز. مشروع تاني تهجير الفلسطينيين من الضفة على الأردن، وطلع الأردن يعبر. صحيح. المشروع الثالث حرب على لبنان ومحاولة رد هزيمته بال2006. يعني رح كتير بسيطة، يوم يلي الإسرائيلي بيقدر يكسر الفلسطينيين وأنا مش شايف هيك، رح يلف تاني يوم الصبح علينا ويفتح الجبهة الشمالية. وإذا بتراقبي حضرتك، يعني بيتدخل حزب الله هون استباقيا طبعاً منعا لوصول الأمور لعنده، مثل بموضوع داعش بسوريا. إذا بتراقب حضرتك كل الإعلام الإسرائيلي، الإعلام الإسرائيلي فيه إجماع على أنه مع الجبهة الشمالية لكن ليس في هذا التوقيت. يعني كل العسكر، كل المحللين، حتى هلأ هدى باراك عم بقرأ له، كنت شي مقابلة عم بيحكي فيه عن موضوع الجبهة الشمالية، أنه جبهة شمالية نحن معه، والقضاء على حزب الله نحن معه، ورد الطار مع لبنان نحن معه، لكن مش هلأ وقتها، ومش في مصلحة لإسرائيل بجبهتين جنوبية وشمالية. إذا نعم، حزب الله إذا انكسر الفلسطينيين هزيمة واضحة عنوانها تهجيرهم، لأنه شو فلسفة الهزيمة؟ ما كل واحد بيفسر الهزيمة شكل. لا، هيدي الهزيمة منا مجهولة، هي الهزيمة معروفة معلومة محددة. الأمر الثاني أنه يقدر يفوت على قلب قطاع غزة ويسحق المقاومة الفلسطينية. وهون بدي أقول مش صحيح أنه والله حزب الله نهار اللي بيتدخل بالبر بتبلش المعركة، لأنه كتار من أسئلة الناس مشان ما نكون عم نحكي استراتيجية كل الوقت، معتبرين وقت اللي ببلش الاجتياح البري لازم يضب أغراضهم ويفلوا من صح. بيروت. لا، مش هيك، بالعكس، وقت اللي ببلش الاجتياح البري يمكن تخلص الحرب مش تبلش، لأنه حماس اللي فاتت ب 1400 مقاتل على داخل الأراضي المحتلة وقدرت رجعت 250 أسير، أكيد وضعيتها أريح وقت تكون موجودة بأرضها وبخنادقها وبأنفاقها وبكل التركيب اللي هي حضرتها. نعم، باختصار بالمباشر، الخط الأحمر اللي على طول بيسمعوا الناس عنه هو خطين. الخط الأول له علاقة بقواعد الاشتباك بالجنوب، ممتاز. وأنه الإسرائيلي ما يكسرها ويروح يستهدف المدنيين بالوحشنة اللي بالعادة بيستهدف فيها أهل الفلسطينيين. الخط الثاني له علاقة بالعنوان العريض بموضوع سحق الفلسطينيين أو سحق حركة حماس، هذا لن يقبل به ليس حزب الله
كل كل دول المحور. المحور. ممتاز، بس ها تاني خط أحمر ممكن يصير عليه سجال ونقاش داخلي بالداخل اللبناني، لأنه أساسا اليوم اللبنانيين منقسمين حيال هذه نعم التطورات وحيال دور حزب الله. يعني اليوم حزب الله بيقدر يتدخل من دون ما يكون عنده أي غطاء داخلي بهذا الإطار؟ طلعت أصوات وقالت نحن شو لنا علاقة، يعني إذا سحقت حماس أو انتصرت حماس نحن كلبنانيين شو لنا علاقة؟ طب بدنا نفوت واستبائيا كمان. شوفي، واضح حزب الله انه مش عم بيدخل الموضوع على الماده الجدليه اللبنانيه. واضح حزب الله حتى امبارح وقت اللي صار مظاهرات بالشارع قدام السفارات وبعض الاماكن، انت فيك تقري المؤيدين القراب من حزب الله كيف كانوا عم بيعبروا انه نحن ما لنا علاقه بهذا 100%. الصار. وعلى الاو تي في امبارح طلع مصدر امني رسمي جزم انه حزب الله ما له علاقه بالقصه. هل حزب الله خايفين من السفارات برأيك؟ لا، لكن حزب الله عم بيقول الآن وقت الوحدة الوطنية ومش وقت الاشتباك، خاصة أنه هاي المعركة يمكن ما تصير. يعني بنكون نحن خسرنا مجتمعنا اللبناني، فتنا بمشكل بدون غاية حقيقية جدية. ثلاثة، الطريقة اللي عم يتعاطف فيها حزب الله مع القوى السياسية المختلفة، وللأمانة الطريقة اللي كمان السياسيين عم يتعاطوا فيها مع حزب الله هي مقبولة حتى اللحظة. يعني مين أشد خصوم حزب الله بلبنان؟ القوات اللبنانية. خطاب مقبول. هلأ واحد على تويتر بيكتب له كلمتين، واحد على الفيسبوك بيعمل له سطرين، لكن هني بيعرفوا والسفراء عم بيبرموا وعم بيخبروا كل الناس أن حزب الله يثبت أنه أكثر عقلانية وأكثر مراعاة الواقع اللبناني. ولو حزب الله ستريتا، وأنت أكيد بتعرفي أكثر مني لأنك بنت الأرض واشتغلتي مراسلة، لو حزب الله بده هاي الحرب انه لو هو قاصد ومتعمد ومستعجل وعباله يعملها، ما كان عنده اول 3 ثواني يفوت يعملها. طيب يوم حادث مشفى المعمداني، لو حزب الله عم يدور على حجة ليفوت بالحرب كانت الحجة واضحة. لا، حزب الله شوفي شو عامل، مثل ما في خطين حمر، في عنده دينتين بالسياسة، دينة حاططها مع المجتمع اللبناني ودينة حاططها عند الإسرائيلي. من ميلي مش كتير بيتحمس وقت بيقولوا له يا سيد يلا اضرب يلا، لأنه الضرب له قواعد وحسابات دقيقة ما خاصة بالعاطفة طبعا. ومن ميلي تاني إذا قالوا له اصحى تودينا على الحرب كمان هيدي مش كتير بتعني له، لأنه حسابات الحرب هي حسابات مختلفة. نعم، حزب الله يريد أن يطمئن الداخل، وحزب الله يريد أكبر قدر ممكن من الوحدة الوطنية، ونعم حزب الله لا يريد توتير الأمر. وبحب أقول مع حضرتك، حزب الله عمم على كل الجنوبيين بعدم مغادرة الجنوب، وعمم على أهل الضاحية الجنوبية أنهم يبقوا موجودين بالضاحية الجنوبية، وبالتالي هذا التطمين، هذا التأمين، هذه الرعاية للناس من أن تبقى بأرضها، وأنه بقاء بأرضها ضروري، هو بدل على أنه شخص عباله والله يعمل حرب؟ لا، مش أكيد لا. أكيد. طيب سؤال، كونك تطرقت للموضوع الحراك الدبلوماسي الحاصل، عجقت دبلوماسيين وزراء، سمعنا أو قرأنا أنه كان في تهديد فرنسي، ليش عم تضحك؟ الفرنسي أضعف من أن يهدد يعني؟ فرنسي مختار بشي ضايع ما في جيب. أنا بحب فرنسا يعني، وكلنا بنحب فرنسا وثقافتنا وحياتنا، وحتى بالفوتبول يعني بنحبها، بس انه بتهدد لا. ايه، طيب شو الرساله اللي عم توصل لعند الرئيس بري واللي عم ينقلها لعند حزب الله؟ وعم بيكون في جواب من عند حزب الله ولا كمان بس ما بيرد على الرئيس مئاتي؟ شوفي، المراسيل لها علاقه بعده اشكال. اولا الرئيس بري منه صندوق بريد، في صناديق بريد كتار، في شي 20 واحد في يسمي لك انه الرئيس بري شريك. يعني هن بيعتقدوا وقت اللي بيكونوا عم بيحكوا مع الرئيس بري بيكونوا عم بيحكوا مع الشخص الأكثر قدرة على التأثير على حزب الله ومعن حق، لأنه اليوم في واقع الطائفة الشيعية الكريمة، لأنه مسائب جنوب أغلب سكانه من الطائفة الشيعية الكريمة. وبالتالي لا، الرئيس بري ما أنه مرسال، الرئيس بري هو شريك، والحديث معه هو في نوع من الشراكة، لأنه حزب الله مزبوط وقت اللي بيقدر يروح على الحرب بيستشير الرئيس بري بل بيتشارك مع الرئيس بري. واحد. أما المراسيل، في كتير مراسيل لكتير دول. الفرنسيين هن يمكن بأدنى درجات الاهتمام بصراحة اللي عم يحكي مع حزب الله. الأساسيين اللي عم يحكوا مع حزب الله هن الأمريكان، عبر سلطنة عمان يعني؟ لا لا، عبر شو؟ الأمريكان فتحين أكثر من شانلز، قنوات وحدة إلى علاقة بالعسكر،
يعني بيجوا بيحكوا مع الأجهزة الأمنية، مع قادة الأجهزة الأمنية، بينقلوا رسائل أمنية. هون نكون عم نحكي عن CIA، وحدة لها علاقة بالعسكر وبقيات المنطقة الوسطى، هو اللي بيروحوا بيحكوا مع القطريين، بيجوا بينقلوا رسائل، كون القيادة الوسطى أغلبها موجود بقطر بالدوحة. جزء ثالث له علاقة بالخارجية والسفيرة، وهون عندك عشرات الأشخاص اللي بيلتقوا فيها، شي بيتصور وشي ما بيتصور، وبينقل هذه الرسائل. ممتاز. الأمريكيين تدحرجت رسائلهم وتخبطت رسائلهم. يعني أول شيء بلشوا يستفسروا هل حزب الله سوف يتدخل بالحرب، وهذا الاستفسار مش بس الناس القلقانين عم يسألوا عنه، كمان الجواسيس عم يسألوا عنه، وهو الجواسيس فيك تشوفيهم على كل المستويات. لما حزب الله ما رد، عم نحكي نحن السبت بست الشهر، سبعة الشهر الساعة 7 الصبح رد حزب الله، استهدف داخل مزارع شبعة، يعني إجا يقول نحن سنشارك ضمن قواعد الاشتباك. راح الأمريكي استعمل أسلوب آخر، هو بالتهديد إنه نحن بنعمل وبنشيل وبنحط وبنسوي. قام قوى حزب الله ووسع من مزارع شبعة للناقورة، لقال له أنا هيدا التهديد ما بيعني لي. إجا بايدن شخصيا ليشرف على الحرب، قام المحور كله اتدخل وكبوا له صواريخ من اليمن ومن العراق. وبالتالي حزب الله بكل هيك وضوح بشكل مباشر عم بينحكى معه قد ما بدك، لكن كل اللي عم ينحكوا مش مهمين، المهم واحد، هو امريكي عم بيحكي مع حزب الله بطريقه غير مباشره، وحزب الله عم بيجاوب بطريقه مباشره في الميدان، وعم بيقول انا مش شغلتي طمن الاسرائيلي، روحوا وخلي الاسرائيلي ينضب عن الفلسطينيين ونروح على حل سياسي. وراح اقول لحضرتك بقلب المعركة الدبلوماسية والرسائل الدبلوماسية، وقت اللي نقال بايدن جاي على عمان والأردن، وبتعرفي حضرتك رؤساء الدول الكبرى انه مش بيقعدوا على الطاولة ليتفقوا، فريق عملهم بيكون حامل مسودات، طبعا وهي المسودات عم بيحضرها مع فريق عمل الآخرين. جاب مسودة للحل السياسي، ويمكن يكون واحد من أسباب استهداف مشفى المعمداني تطير الحل، تطيير الإسرائيلي لهذا الحل. إجا الأمريكاني وفي دبلوماسيين ببيروت اطلعوا على هذه المسودة وأخبروا بعض القيادات السياسية اللبنانية فيها. هذه المسودة كانت بتشبه ما بعد حرب تموز بال2006، أو لكون دقيق، لا، بقلب التفاوض بال2006. يعني حكومة السنيور إذا بتتذكري وقت اللي كانوا رايحين جايين الأمريكان، جابوا مسودة بتقول واحد خروج حزب الله من الجنوب، تسليم سلاحه ضمن بقعة من الجنوب اللي صار بعدين 1701، دخول قوات طوارئ دولية، انتشار الجيش اللبناني. لما طولت المعركة وربح حزب الله، انشالت البنود اللي لها علاقة بالهزيمة، وبقي تقريبا بندين اللي هو انتشار قوات اليونيفيل وال1701 اللي طبعا كل يوم بتمسح الأرض فيه 20 مرة. نفس الشيء الأمريكان كانوا جايبين هذه المسودة، وراح أقول بكل صراحة فريق المحور كان بيعرف انه هالمسوده ما بتمشي، لكن كان بيقبل انه يناقشها على الطاوله، لانه دائما بس تحطي مسوده بتبلش بشيء بتخلص بسقف ادنى. نعم الدبلوماسيه عم تتارجح، مرات بتكون تهديد، ومرات بتكون وعيد، ومرات بتكون تطمين، ومرات بتكون اغراء. يعني وقت اللي بيطلع بايدن على الطياره بيقول نحن ما وعدنا اسرائيل نتدخل في مواجهه حزب الله، قديش عظيم حزب الله لرئيس اكبر دوله بالعالم قاعد مشغول باله عليه، وجد هلا يمكن هون بالارشيف فيهم يعملوا شويه جهد يشوفوا بايدن كم مره قايل حزب الله من 13 يوم لليوم. ممتاز، خليني اروح لاول فصل اعلاني، بعد هذا الفصل نعم. بدي فوت معك شوي بتفاصيل هيدي مسوده الحل اللي طار. عم بتقول نحن نترقب بالساعات المقبله اجتماع اللي بده يصير بمصر تنشوف اذا ممكن يطلع منه شيء، فتح او عدم فتح معبر رفح، كمان اليوم في تصعيد مصري اسرائيلي حيال هذا الموضوع، جمله من الملفات واللي بهمنا انعكاسها علينا كمان. خليكم معنا مشاهدينا. رجعنا لكم مشاهدينا تنتابع سوا هيدي الحلقة. أستاذ سالم بدي أرجع كفي معك، بدي أقول شوي. للمشاهدين يعني لازم يتسجلوا هول اللي على البريك، لأنه عم ما هيك عم نحكي عم
بيكونوا أعمق بكتير. عم نحكي نعم. قصص أساسية يلا بنحكيها فوق الهواء إذا بدك. جاهزين. كيف عم بسألك تحت الهواء على قصة العملية البرية بغزة، قلت قبل شوي لأنك مرقت إنه مش الناس إذا شافوا عملية برية بغزة يعني صح. يضبوا غراضهم ويفلوا. صح. يعني ممكن تصير عملية برية إذا كانت محدودة بغزة، هذا لا يعني تدخل لحزب الله؟ أكيد لا. اثنين، في نقاش جدي داخل إسرائيل، هل في مصلحة بالاجتياح البري؟ واحد، هل في قدرة للاجتياح البري؟ ثلاثة والأهم، ماذا بعد الاجتياح البري؟ وبايدن واحد من أسباب زيارته هو سؤال الإسرائيليين أنه أنتوا أخذين الضوء الأخضر تعملوا بدكم إياه، وعم بتقولوا بدنا نجتاح وما فينا ما نجتاح، ومبارح نتنياهو جهز لواء جولاني وعمل خطاب تعبئة الحرب. طيب تاني يوم شو بتعمل؟ هذا سؤال جد اليوم مطروح. خي تاني يوم من انك فت بالبر شو بتعمل؟ تقديري الشخصي، وهذا التقدير له علاقة باللي شفناه بطوفان الأقصى بستة تشرين أو بسبعة تشرين عفوا. حركة حماس على عكس كل ما يعتقد المراقبون تنتظر هذا الاجتياح البري. ليش؟ اليوم الإسرائيلي بيتفوق على الفلسطيني بسلاح الطيران. نعم. وحتى بمعركته مع لبنان اليوم، وقت اللي بيكون في له تقدم علينا بيكون تقدم جوي، لأنه نحن ما عندنا سلاح جوي مناظر. بس يفوتوا الإسرائيليين على قلب قطاع غزة بيتعطل سلاح الجو، لأنه أنت ما فيك تقصف بأرض أكيد. موجود فيها. وهذا اللي صار بالعكس، يعني حركة حماس لما فاتت على غلاف غزة عطلت سلاح الجو. شو بيطلع سلاح الجو؟ يكسر في المستوطنات، ما بدهم يموتوا الإسرائيلية. نعم. وبالتالي حركة حماس تريد هذا الأمر مرة أخرى. يعم حركة حماس عندما توغلت في قلب غلاف غزة ودخلت إلى المستوطنات عطلت سلاح الجو الإسرائيلي، لأنه أصبح عاجز على أن يدخل في المعركة. اليوم حركة حماس جاهزة حاضرة ناطرة هذا الاجتياح البري لأمرين. الأمر الأول لأنه بيوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وفينا ما نعمل حلقة، فينا بس نعرض الأطفال والأمهات والأهالي. هلأ عم بقرأ عن عائلة أرثوذكسية غزاوية وبيدت كلها، يعني مات الجد ومات الست مبارح بقصف الكنيسة، ومات الابن ومات البي ومات ابن ابن الابن، ما بقي حدا منهم. يعني ما في عائلة ما بقي منا مخبر، ما بقي منا حدا من سلالتها. هيدي كيف بتوقف؟ بتوقف أو إنه المجتمع الدولي يضغط على الإسرائيليين وما راح تصير. وخدي مني في ضوء أخضر من المجتمع الدولي إنه فوتوا وخذوا راحتكم، وحتى لو راح 100,000 قتيل. واضح. أو إنه يتوغلوا بالبر وبالتالي يتعطل هذا الأمر. الإسرائيلي ليتوغل بالبر شو بده يعمل؟ بده يهدم على قد ما يقدر، ولهيك استهدف المستشفيات، استهدف الأفران، وللأسف يمكن يكفي على بقية المستشفيات لحتى يهجر الناس من شمال غزة على جنوب غزة. ممتاز. بعد ما يهجرهم ويستعمل أسلحة وقنابل أمريكية الصنع قادرة أنه حتى تخترق الأنفاق اللي تحت الأرض، بده يفوت ياخذ لو شريط صغير ليقول للموجودين بالمستوطنات بغلاف غزة أنه صار فيكم ترجعوا على بيتكم، لأنه نحن مش عم ننتبه. عم نحكي عن أكثر من نصف مليون إسرائيلي مهجرين، جزء منهم من الحدود مع لبنان وجزء منهم من الحدود مع غزة. نعم الإسرائيلي يبحث عن انتصار ما، ونعم الإسرائيلي رسم الكثير من الخطط لكنها جميعا غير قابلة للتنفيذ، ونعم الإسرائيلي ينتظره في البر أيام صعبة جدا جدا جدا. ولو الإسرائيلي يا ست ريتا قادر أنه يجتاح بالبر، طب ما كان فات بسبعة الشهر من عشية، مش هيك؟ إذا ما عاد قادر الأسبوع الماضي وأجلوه قال بسبب وضيفي على كل هذه العوامل عامل أساسي مهم، الجبهة الشمالية الجنوبية. يعني كمان عم بيقول الإسرائيلي أنه إذا أنا فتت بهاي المعركة وحزب الله كبسني وضغطني أكتر، كيف بتصرف على جبهتين؟ إسرائيل بكل تاريخها بس تحارب على جبهتين بتخسر. وبحرب تشرين أكتوبر من 50 سنة وقت السوريين والمصاروي كبسوها سوا اثنينهم خسرت المعركة. وبالتالي نعم داخل إسرائيل هناك نقاش عميق في مسألة الاجتياح البري، ومش صحيح أن الإسرائيلي قادر على أن يقوم بهذا الاجتياح. ولو كان الإسرائيلي قادر يقوم بهذا الاجتياح كون مأكدة كان عمله بسبعة الشهر من عشية. في عنده سببين أساسيين. السبب الأول
هو حماسه شو محضره بقلب القطاع نعم بالبار، وراح يخسر سلاح الجو والتفوق، وراح يصير عم يشتغل وجه بوجه مع الفلسطينيين، وهون الفلسطينيين ما عندهم شيء يخسروا، بفجروا حالهم، بيرموا، بيقوسوا، بكبوا حالهم على الإسرائيلي، راح يكونوا حاضرين لهي المواجهة. والأمر الثاني، السؤال، ماذا سيفعل حزب الله؟ وهل تشتد المعركة أكثر وأكثر في الجنوب؟ واليوم نص اللي عم يطلبوا احتياط على إسرائيل عم يجوا على الجبهة شمالية جنوبية مع لبنان، لأنه عم بحطوا احتمال الحرب. ولهيك حزب الله ستنا الكريمة مش عم بيريح بال حدا ويقول أنه أنا مش رح أتدخل، لأنه إذا هلأ حزب الله بيقول أنا ما رح أتدخل بيفوتوا بيفتكوهن الفلسطينيين، لأنه بيصرفوا كل هذا الجيش وكل هذه الطاقة والقدرات على الجبهة الشمالية. وواحد أساسي من هدف الجبهة الجنوبية الشمالية يعني بين لبنان والإسرائيلية إلى علاقة بإشغال الجيش الإسرائيلي. ممتاز. يعني هيدي مناوشات للإشغال؟ لا مش مناوشات، هذه معركة. لكن هذه المعركة قابلة أن تصعد وقابل ان تجمد. اوكي، قلت لي مش عم بيطمنون، لا يعني نعم. ما في ولا اي جواب. أكيد. من هون يفهم غياب السيد نصر الله اعلاميا ضمن هذا السياق، يعني ما سالتي جاوبتي. المعركه ادارتها هي اداره عسكريه واجتماعيه وامنيه. يعني هلا حزب الله في فريق عم بحضر المستشفيات، عم بحضر عمليه النقل، عم بحضر كل هذه التفاصيل في حال وقعت الحرب. دمرتنا هلا بهالجملة. ما المشكلة إذا نقصت مشكلة لا. دمرتنا هلا. وبنفس الوقت في فريق تاني عم بحضر إنه الحياة تضل ماشية ويشد على إيد الناس إنهم يبقوا ويأمن لهم كل شيء قادر يأمن لهم إياه. مع بعضهم، لأنه الاحتمالين واردين. شو ليش السيد حسن مش عم بيطلع؟ أول شيء مجرد ما تكون هاريتس عم تكتب انه يوم القيامه باسرائيل رح يكون يوم اللي بده يطل السيد حسن، بخلي السيد حسن اكثر انه ما يطل. اثنين، اللي عم بيسالوا وين السيد، نوعين. نوع اللي بحبه مثل حضرتك ومثلي وحابين نشوفه ويطمنا، والنوع الثاني اللي بيكرهوه على راسهم الاسرائيلي واللي كمان بدهم يطمنوا انه المعركه وين رايحه او بالقلب. سيد حسن يحتفظ لنفسه بالتوقيت ويحتفظ بنفسه بالتوقيت واحد، لأنه غيابه اليوم يفعل كحضوره وعم بيقلق الإسرائيليين وعم بيخلي الأمور أصعب. نعم. اثنين، إذا طل سمحت سيد بده يكون هذه خرج عنوان الحلقة. ايه بده يكون سيد حسن نصر الله، وقت اللي بده يطل بده يكون أو عم يأشر بأصبعه لبدء الحرب، عم يعطي إشارة إطلاق النار، أو بده يكون عم بيقول هذه التسوية الموجودة وهذا النقاش لهذا الحل. السيد حسن نصر الله عندما يخرج سوف يبط بالأمر، إما حزب الله في قلب هذه المعركة على أعلى المستوى، وإما أن الأمور في غزة بدأت تنتهي بشكل سياسي. قبل شوي قلت لي انه كان في مسوده درافت. نعم. حل سياسي حملها جو بايدن تشبه ما كان يناقش خلال حرب تموز. نعم. 2006، ولكن سقطت. طيب اذا الاسرائيلي تعمد قصف المستشفى وايقاع هذا عدد الضحايا لاسقاط، او هو الاسرائيلي كل هيدي السرديه خلال كل الحلقه انه عم تسرد انه الاسرائيلي هو المأزوم وحماس تتقدم، بالعكس بده حبل نجاه الاسرائيلي، علما انه الامريكي تبنى الروايه الاسرائيليه انه قصف المستشفى اجى من الفصائل الفلسطينيه. شوفي من حماس. اذا حضرتك اختلفتي مع جارك ونزل زوجك الكريم ضرب لهم ابنهم كفين، تكون مرجله؟ الإسرائيلي عم يستقوي على مستشفى فيها ناس مرضى، حتى إذا بدهم يركضوا لينجوا من الموت مش قدرانين. هيدي منا قوة. الإسرائيلي بده يكون قوي، بده يفوت بالبر بسبعة الشهر من عشية يحرر الأسرى، يؤسر قيادة حماس. ممتاز. ويفعل كما فعل الغزيون الحمسويون حين هاجموا أراضيه. أراضي بين هلالين، لأنه هي مش أرض بيو، هي أرض فلسطينية. لا، الإسرائيلي مأزوم. طيب ليش لم يتمسك بحبل النجاة اللي قدمه الأمريكي واللي هو الحل السياسي اللي عم يحكي عنه؟ لكن هيدا الحل السياسي بيخلي نتنياهو ستنا الكريم يروح الحبس. اليوم رئيس الأركان، رئيس الحكومة، وزير الدفاع،
وزير الأمن، مدير الشباك، مدير الموساد، هو اللي بيعرفوا نهار اللي بتخلص هي الحرب إذا خلصت مثل ما هي هلا هن فايتين على الحبس، لأنه عائلات الأسرى رح يرفعوا عليهم دعوة ورح يقولوا لهم نحن أسرنا أو أنتوا ما استجبتوا لعملية فكنا. طيب شو رأيك نحن وهلا عم نحكي مع بعض في 22 مقاتل من حماس بعدهم موجودين بالمستوطنات ومخبيين ومش عم يلاقوهم؟ تخيلي نتنياهو يعلم أن هذه الحرب إذا انتهت على ما هي عليه الآن سوف يذهب إلى الحبس إلى السجن. أوكي. بس هالمرة مش عم بيروح بالسرقة والفساد مثل المرة الماضية هو زوجته سارة، لا هالمرة عم بيروح بتهمة خيانة دولة إسرائيل وسقوط قتلى إسرائيليين وأسرى إسرائيليين. نعم السلطة السياسية في إسرائيل لا تريد لهذه الحرب أن تنتهي اليوم لأن مصيره هو الحبس، ولهيك عم ببلشوا يحضروا الأرضية. أول شيء قالوا حرب 4 أشهر، امبارح بتعرفي وزير الدفاع شو عم بيقول؟ حرب 2، وأنه القضاء على حماس يحتاج سنوات طويلة، يعني أنه اتركونا. إيه بس اليوم عم يحكوا بنظام أمني جديد بحماس بغزة من بعد القضاء على حماس. ستنا قاعد عم بيوزع الورثة، طب ما أنت بالأول خلص. ما هو عاجز انه يخلص. واضح. الاسرائيلي قيادته السياسيه والعسكريه اثنين مورطين، يعني كان دائما المازق في اسرائيل او عسكري او سياسي، يعني العسكري ياكلوا قتله، السياسيين بيكونوا منقى، او بالقلب السياسيين بفوتوا بالمقبس والعسكري يكونوا برا، يعني اليوم القياده العسكريه والقياده السياسيه اثنين بمازق. اليوم عم ينسالوا واكيد بكره، يعني بتتذكر لجنه فينوغراد اللي طلعت عملت بعد حرب تموز. طيب شو رايك هلا اذا عملوا لجنه وراح يعملوا لجنه شو بدهم يكتبوا فيها؟ ممتاز. فشل استخباراتي وفشل عسكري وفشل امني وفشل بالاستجابه وفشل 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 وفشل. كل هذا الفشل يحتم دخول هذه المجموعه السجن فضلا عن خروجها من تاريخ اسرائيل. طب ما هيدا بنيامين نتنياهو له 50 سنه عم يخدم هالكيان بيطلع هيك؟ لا بده يجرب انه يرد. كيف بده يجرب انه يرد؟ انه يستقوي بجاره الاكبر منه او ببيه المخلف. طيب. اللي هو الولايات المتحده الامريكيه. في سؤال يطرح حول الوجود الامريكي بالمنطقه، يعني حملت الطائرات اول وحده اللي وصلت ولحقوها بالثانيه ايزنهاور، قصه الكلام عن 2000 عسكري امريكي سيقاتل الى جانب الاسرائيليين، انه هذا الوجود الكبير بالبحر الابيض المتوسط هذا بس كرمال غزه ولا ابعد من هيك؟ اول شيء 2000 عسكري الامريكي ما في قاتل فيهم كشافة المهدي اللي صار اليوم 70,000. هول 2000 عسكري بياخذون على شي حفله على شي بارتي، يعني بياخذون يقاتل فيهم ايران واليمن وسوريا. انا بيني وبينك يعني طمنت وقت سمعت قصه 2000 عسكري، مش طمنت ضحكت، يعني هذا الشيء بقرقر مش شيء بخوف. طيب وحملات الطائرات، حملات الطائرات اول وحده والثانيه، حملات الطائرات ايه؟ هو السؤال هي جاي تخوفنا ولا جاي تطمن الاسرائيلي؟ كل فكره اسرائيل ستنا الكريمه بنيت على فكره واحده هي هجره اليهود من كل العالم وجودهم باسرائيل، وبيكفي اي شخص باثيوبيا بالارجنتين باي بلد بالعالم يجي يقول انا امي يهوديه وهيدي وثيقه الولاد، لانه هن بيعترفوا بالام مش بالباي، بيقولوا له شرف تعال هذا الباسبور الاسرائيلي وبصير عنده جوازين سفر. ولهيك الاسرى اللي توقفوا الاسرائيليين 99% منهم عندهم جوازين سفر. طيب هيدي اسرائيل اليوم شو اللي صار؟ ركبوا بواخر وفي منهم شي 1600 يمكن اول دفعه هربوا على تركيا اقرب مطرح بيوصلوا له، في جزء هرب على قبرص، في شيء عرفت كيف؟ هيدي اسرائيل بنيت على فكره اساسيه وهي هجره اليهود وعودتهم الى ما اسموها ارض الميعاد. نعم. طيب اليوم انت وقت اللي بيكونوا مهجرين نص مليون وقاعدين وحشرين حالهم بتل ابيب وصواريخ عم بتفقع فوق منهم، كيف بده يكمل هيدا؟ اجى الامريكي يقول ليهود اسرائيل ويهود اسرائيل، لانه بايدن شخصيا طلع قال هذه اسرائيل اليهوديه الديمقراطيه، واستخدم 3/4 التوراه المزيف بخطابه. نعم. وبالتالي اجى يقول لهم ما تفلوا ونحن حاطكم ورح نحميكم ورح نساعدكم، وقال لهم اكثر من هيك اللي خايفانين منه اللي اسمه حزب الله نحن عم نعالج موضوعه. واذا بتراقبي كل التصريحات الاعلاميه بنعالج موضوعه، ما حدد طريق المعالجه بالدبلوماسيه بالسياسه بالحوار بالنقاش بالخبيط. 2000 عسكري بده يقاتل الحوثي والايراني شو هالمزحه هيدي؟ بدي اروح معك لفاصل اخير بحلقتنا، بعد الفاصل منتابع سوا. مشاهدينا خليكم معنا.
عودة مشاهدينا لمتابعة حلقتنا، نرجع نرحب فيك أستاذ سالم. بس خلينا نقول أنه في سلسلة بيانات صدرت بعد ظهر اليوم عن حزب الله تتعلق بالاشتباكات والقصف المتبادل اللي صاير بالمنطقة الجنوب، آخر واحد هلأ بيحكي عن هجوم عملته المقاومة عصر اليوم لتجمع لجنود العدو الإسرائيلي بسكنة هونين المحتلة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة. كل هذا لا يزال ضمن قواعد الاشتباك مثل ما شرحنا بالبداية. نعم، بس امبارح صار حدث محاصر بمجموعة من الإعلاميين، صحيح، واستشهاد أحد المدنيين، لهيك طبيعي اليوم يكون وتيرة الرد أعلى مترافق مع هذا الأمر. رح نرجع نذكر لأنه بالحلقة في مؤشرين لمعركة الجنوب، مؤشر له علاقة بما يحصل على أرض المعركة ومؤشر تاني له علاقة بكل المنطقة، طيب، وما يسير حولها. قبل شوي قلت لي حزب الله جهز حاله على يعني جبهتين، جبهة المستشفيات ويعني تحضيرات لوجستية للحرب إذا وقعت، وبذات الوقت طلب من الأهالي أنه ما ينزحوا، ما يصير في حركة نزوح، تثبيتهم بالأماكن الموجودة فيها. طيب حزب الله عمل هذا الشغل، بقية اللبنانيين مين بلمون؟ يعني امبارح شفنا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قال عاملين خطة، شو هي؟ هلا اول شيء انا ما في يكون ضد الحكومه وقت اللي بتجتمع وبترسم خطط، لكن بلش الخطه انه بالاشحاده، مش انه نحن كدوله، نحن كمان دوله طفران، الواحد اذا بده يكون هيك واقعي. واللي حضروا الاجتماع اذا بتقري اساميهم اغلبهم هن المنظمات الدوليه، لانه الدوله سلف عم بتقول نحن ما لنا علاقه، بدها تيجي المنظمات الدوليه هي اللي تدفع. ان شاء الله ما تصير الحرب ولا نعوز الاشحاده، لكن هي الدولة اللبنانية اللي مش قادرة تمشي هالمجرور كل شتوية، صحيح، يعني انه بتشارين شو بده يصير، بدها تشتت الدنيا. اذا شيء متوقع ما عم نعالجه، ماشي، مطلوب انه هالدولة مطلوب منها شغلة بسيطة كتير، شو بدي بالبوارج؟ البوارج نحن رح نتعاطى معها، تروح عند البلديات تأمن لها خي معدات أولية لحتى تنظف الزبالة من المجرير. وجزء من هذا الموضوع له علاقة بثقافة اللبنانيين. هلا أنا وجاي عند حضرتك على الحلقة، يعني عشوائي بدي أقلل العقل وصف على جرب وأعمل له كفين، شايل كب كيس المنقوشي، رجع شايل كب أنينة البيبسي، رجع خيط، مش معقولين كمان. طبعا عرفتي؟ لا، مش مطلوب من الدولة اللبنانية اليوم بقلب هذا المشهد الاستراتيجي الكبير إنها تكون حاضرة، ولا مطلوب من ميقاتي وحكومته لا ترد البوارج ولا تشارك بالحل السياسي لما بعد غزة. مطلوب منا بس يعني السترة هالقد، ونحن متوضعين لدرجة عم نتعاطى مع الحكومة على أنها بلدية كبيرة، بس بلدية لبنان هالقد. من جهة ما في عندهم مصاري وإمكانيات، مزبوط، من جهة تانية كمان التركيبة هشة وضعيفة. يأخذ حزب الله هذا الموضوع بعين الاعتبار، بمعنى أنه أي توسع لرقعة الحرب ستعني دمار للبنان، والإسرائيلي هددنا أنه بردنا إلى العصر الحجري. بال2006 الوضع كان مختلف كليا، وشفنا قديش أخذت وقت لإعادة الأعمار والبناء، وشفنا التكاليف الاقتصادية، كل هاي العوامل بيخدها بعين الاعتبار ولا لا؟ هودي العاملين بس اللي حكيت عنه. الإسرائيلي ما قالوا مصلح يردنا على العصر الحجري، لأنه بالعصر الحجري كان فيه لبنان بس ما كان في شيء اسمه إسرائيل. أكيد. اثنين، لا مش مزبوط هذا الحكي الإسرائيلي، حكي اللي فزعان كل الليل وعم بيعلي صوته ويصرخ لحتى يرد الخوف، وبتفكري إذا أنت جارته عم تسمعي بتقولي شو هالقوي، لا هو عم بيصرخ لا يسمع صوت حاله. حزب الله أكيد هذا الأمر بالحسبان، لكن هذا الأمر مش لوحده بالحسبان، يعني حزب الله حاطط 20-30 معيار لتدخله بالحرب، معيار أساسي ومهم فيهم هو موضوع حالة اللبنانيين ووضع اللبنانيين. وراح أرجع عيدها يمكن لرابع مرة، لو حزب الله مستعجل على الحرب كان عملها من أول يوم، ممتاز. واحد من هذه الأسباب وضع الوضع اللبناني، يعني دخلك اللي بدهم ينزحوا ويتعبوا، ما هني أغلبهم بيئة حزب الله. مزبوط اللبناني رح يتعبوا كلهم، بس أكتر شيء رح يتعبوا هني ولاد حزب الله. دخلك اللي عم يستشهد ولا بجنوب من وين يعني، ما هني كمان أبناء حزب الله. نعم، حزب الله يفضل حتى هذه اللحظة نحن موجودين بالحلقة يقاتل بالعسكر، يستشهد ولاده اللي هني من لحمه ودمه وأغلى شيء عنده، وأن يحيد المدنيين اللبنانيين كل المدنيين. بيجي وقت الإسرائيلي يفتعل المشكل أنا ما بعرف، يجي وقت المنطقة كلها تفجر كمان أنا ما بعرف، بس ما لكن أنت ماشي، احضري نشرة الأخبار، بيطلع السيسي بيجتمع
بالمركز بالامن القومي المصري وبيعمل بيان اول ليله وتاني ليله وبيحكي فيه عن مشروع التهجير وانه هيدا خطر على مصر، خطر على مصر ال100 مليون. بيطلع الملك الاردني يقول نحن مش قادرين نستقبل بايدن بعد المجزره، مش قادرين نستقبل بايدن. كانوا يقتلوا حالهم لحتى يقولوا له مرحبا للامريكاني، لانه اليوم في موضوع اسرائيلي جدي له علاقه بالترانسفير وبالضفه. طيب كل هول ما بيخلوا حزب الله ينتبه. طيب مين قال انه اذا انكسروا فلسطينيين ووزعوهم مش رح يطلع حصه للبنان؟ دخلك هل ليش بده يطلع حصه للبنان؟ ما هن عم يحكوا بسيناء كل مره. لا لا، اذا مشي مشروع غزه بده يمشي الضفه و84 وبده يمشي الجليل وبده يمشي. اليوم انت بتعرف الجليل يعني جيراننا من ميله اسرائيل بين الهلالين 40% عرب، هو اللي بده يصيروا عنا. دخلك مخيم عين الحلوه ومخيم البرج الشمالي ومخيم برج البراجني ومخيم ضبيه، من وين اجوا؟ طبعا اجوا من السماء يعني؟ ولا الاسرائيلي عمل حروب قتل جزء من الفلسطينيين ودفع جزء منهم وصل لعنا؟ نفس الشيء اليوم الاسرائيلي عنده مخطط يوزع الفلسطينيين الى 3 جهات. كل الحكي على التلفزيون له علاقه بسيناء لانه هي غزه المضوايه، لكن اذا فللوا من سيناء على سيناء التنعيم من غزه 3 بشيلوا من الضفه على الاردن ومن الجليل على لبنان. هالقد المعادله بسيطه وهيني. ليش؟ لانه بال 2010 طلع الاسرائيلي عمل قانون يهوديه الدوله بالكنيسه، وقال رئيس الحكومه العدو من العقبه من الاردن لقد ان اوان يهوديه الدوله. شو يعني يهوديه الدوله؟ يهوديه الدوله يعني انت كمسيحي ما لك وجود، انت كسني ما لك وجود، انت كدرزي ما لك وجود، وفلسطين ما فيها شيعه. وبالتالي نعم اذا بدا مشروع ترانسفير اصحى مفكر انه نحن براته، و40% من سكان الجليل العرب بعد ربع ساعة بيطلع عنهم بالكنيسة بشطبهم وأخذ الجنسية منهم وقذفهم نحو لبنان. طيب طالما بسياق كل حديثك هلا عم يصلي كثير رسائل انه طمنت شوي الناس، يعني اعطيتهم ما يعني ما اعطيتهم على الاقل هلع، ما عملت لهم هلع على جبهه الجنوب. ريتا انت عندك اولاد والله يخلي اولاد الناس، خلي لك عائلتك. في اغلى من اولاده للانسان؟ اكيد لا. انا اولادي عم ننام بالضاحيه الجنوبيه. ممتاز. يعني انت على قد كثير المعادله بسيطه. طيب بس لكن هذا ما بيعني انه يمكن ما تصير حرب، لا انا واضح عم طيب بقول اليوم. بدي لك يا كيف بتفسر، كيف بتفسر فأزان كل هالطلبات من السفارات لرعاياهم لاخلاء لبنان والمغادره فورا، واكثر شيء كان لافت قصه السفاره الامريكيه، يعني هيدي اللي هيك ضوت النقوص. السفاره الامريكيه لها علاقه بعده مستويات. واحد في مستوى عام، نحن مشكلتنا اللبنانيين ما بنعيشها لانه لا مره دولتنا بتطلب منا نكون بمطرح، بالعكس مطرح ما بيصير في اشتباك بتلاقي اللبنانيه بيروح بيقولوا هلا في فرصه عمل بعد شوي او بتفتح الحدود. معودين هيك بتجربتنا، فما نقيس تجربه دولتنا معنا على تجربه الدول مع شعوبها. الدول دائما بتهتم بشعوبها، وهذا التصريح هو ذاته نفس الدول عملوه باسرائيل. وبالتالي عملوه باسرائيل، ما بعرف اذا بالاردن بلش يتفعل، ما بعرف اذا بالعراق بالساعات الجايه رح يبلش يتفعل، وبالتالي انا برايي هذه التصريحات طبيعيه. اما فيما خص الامريكيين، فالامريكيين عم بيقولوا بوجود بايدن وبوجود المدمرات وبوجود الصواريخ انه صاروا هن جزء اساسي من المعركه وهن شريك بالمعركه. وبالتالي هل بكره رح يصير في استهداف للمواطنين الامريكيين؟ واذا بتنتبهي اول دفعه تم اخلاءها من السفارة كانت بعض الطواقم الوظيفية وعوائلهم يلي ما في داعي انهم يبقوا. وبالتالي لا، الامريكي مختلف عن السويدي عن النرويجي عن باقي الجنسيات. نعم هناك قلق، اكيد هناك قلق، في قلق بلبنان وفي قلق بفلسطين. ايه شفنا الميدل ايست اليوم شال الطائرات. لا هيدي لها علاقة بالتأمين. ايه لها علاقة بشركات التأمين، لانه كمان شركات التأمين وقت اللي بدها تشوف الاسرائيلي عم يستهدف مستشفى ويهبطها على راس 500 طفل ومرأة مرضى، وقت بدي اشوف الاسرائيلي امبارح عم بغير على كنيسه، طبعا شو بغير على مطار، في غير على مطار، لكن رح نرجع نعيد كل السياق اللي حكيناه بالحلقه. واضح ما في اغاره على المطار هلا، لانه لو بلشت الحرب رح تكون حرب تدريجيه. اوكي
إسرائيل تحرشت أكثر من مرة بلبنان، مشان هيك البعض سأل إنه حزب الله ليش بعده ضابط نفسه، قلت لي ليس متهوراً. غير استهداف المدنيين وغير سقوط الشهداء من المدنيين، في هيك ملف البلوك رقم 9 اللي مرق بهالمعموعة ما فهمنا، يعني ما فهمنا. امبارح طلع بيان صراحة عن هيئة إدارة قطاع البترول، وزير الطاقة حكي بالموضوع، وكان في اجتماع بمجلس النواب. اخر شيء شو خلاصة؟ في عنا غاز ولا ما في غاز؟ اول شيء في جزء تقني ما بحب احكي فيه لاني ما بفهم فيه. بس انت بتصدقي انه شو هالصدفة بلشت الحرب من هون وقفوا من هون؟ اوكي، هن كان مفترض يحفروا على 4300 وصلوا على 3900، وقفوا على 3900 لانه تلقوا تهديد من اسرائيل، وكل شيء بخبري غير هيك كذاب. بعرف في كتار مستفيدين من الشركة وراح يدافعوا عنا، لكن الحقيقة هي على الشكل التالي: تلقت تلك الشركات تهديدات مبطنة من الإسرائيليين، وخاصة أن وقف حقل تمار وصديقنا وصديقك الأستاذ رواد ظاهر، كنا بحلقة معه التنين مسجلة بالصوت والصورة، عبكرة الصبح الساعة 10 قلت له على اللبنانيين أن يقلقوا من مسألة الغاز، وبتقديري رح يوقف. ليش؟ لأنه الساعة 9:30 بيطلع بيان على بلومبرج بيقول أنه الإسرائيليين أصدروا قرار بوقف التنقيب عن الغاز في حقل تمار. نعم. طيب الإسرائيلي بده يوقف، نحن بدنا نشتغل. الحكي. طيب بس ما كريش مكفى، وقفوا تمار تمار على خط النار. شوفي هن عملوا هيك خط رجعة. شو إجوا قالوا؟ إجوا قالوا إنه بدنا نروح ناخذ وندرس ونبحث ولنشوف شو الوضع. لحتى إذا هالحرب وقفت يقولوا إيش؟ طلع في نفط وبدنا نحفر بعد شوي لنتأكد. إذا ما وقفت الحرب بيكونوا ضبوا أغراضهم وفلوا. هالقد القصة، هالقد بسيطة. التنقيب والترسيم جاءوا في إطار، ما بدي أقول كلمة هدوء، يعني بدي أجرب لاقي كلمة سياسية، استقرار. التنقيب والترسيم جاءوا في ظل الاستقرار، وقدر الرئيس ميشيل عون يخطف الترسيم وساعدوا حزب الله، وعبر الوزير جبران باسيل امبارح واول امبارح وكل يوم ومعه حق انه هذه المعادله بين الدوله والمقاومه قدرت انتزعت ملف الترسيم، ووقتا حط قاعده ما في غاز باسرائيل ما في غاز بلبنان، كنا بكريش صرنا بكل اسرائيل. هلا الاسرائيلي وقفوا بتمار، رح نوقف عنا، بيجوا بدوروا على حجج تقنيه يدوروا. يعني في حال توقفت هيدي الحرب بالقريب، برأيك تعود الشركات وبيرجع يتم في إعلان آخر يتعلق بالبلوك التسعة؟ إنه واحد ما عنده بالتسعة شو ما يخطو على 8 والعشرة؟ طب ما شاركوا بالمناقصات. في واحدة من اثنين، يا إما عن جد الكميات منا اقتصادية بالتسعة وثاقبت إجت مع التهديد الإسرائيلي، يا إما كذابين هددوهم الإسرائيلي واخترعوا حجة ليفلوا بكرة بيرجعوا. أنا مقتنع إذا توقفت هذه الحرب وسوف تتوقف سوف يعودون ويجدون لأنفسهم مبرر. ممتاز. بآخر 5 دقائق بدي أحكي معك شوي عن الملف رئاسة الجمهورية اللي هو ما حدا عم يحكي فيه، بس انطلاقا من اللي قاله جبران باسيل، لأنه كان عنده إشارة واضحة ولافتة جدا من هذا الملف، أنه ما حدا يراهن على نتائج حرب غزة أنه يسقطها بالملف اللبناني. ما حدا مراهن، بحب طمنك، ما حدا يعني مراهن. اختنا جريس مخايل ايه؟ اللي شي 3-4 أشهر بهرب من حلقة ايه؟ وبخترع لانه ما بدي احكي بالرئاسة، لانه جاد ما في شي بالرئاسة، وانا مقتنع انه رئيس جمهورية من قبل حرب غزة ما في، لعدة اسباب. واحد، تركيبة مجلس النواب الفسيفسائية، يعني هول الشباب عيد ميلاد ما فيك تاخديهم، مش على انتخاب رئيس جمهورية، ما حدا بيحكي مع حدا وما حدا طايق حدا، وكل 3-4 عاملين كليك وبقلب كل كتلة، وأكتر شيء وقت يجوا القطرية يدفعوا مصاري، شو بدي خبرك؟ صار الكتلة اللي فيها 4 كل واحد يروح لواحد يقول أنا بحسبوني لألي، ما تحسبوه إله، يعني عرفتي كيف؟ بقلب هالتركيبة الفسيفسائية ما بتزبط. المجتمع مش فاضينا، كان المجتمع مشغول بأوكرانيا وروسيا، هلا مجتمع يعني مشغول بغزة صحيح. انسي رئاسة الجمهورية، انسيها. لا إمتى للبرلمان الجديد؟ يعني بعد نعمل انتخابات نيابية قبل؟ اختي كل حلقة من عيدة صارت يعني مش حلوة نضلنا نقولها، بس يوم اللي تسكروا سندي كنا على الـ LBCI 2:30 الفجر، قلت هالمجلس ما بينتخب رئيس جمهورية.
طيب وليش شلت من حساباتك قصة انه ايه موازين القوى بالمنطقة اللي ممكن تتبدل بعد حرب غزة، خاصة اذا انتصرت فيها حماس؟ هيدي ممكن تعمل لا غير حسبة. كيف غير لا لك حسبة؟ شيء غير حسبة، لأنه بغير عملة. يعني هلأ إذا أنت رحت ما بعرف وين على أستراليا وأعطيتيه ليرة لبناني بياخدها منك، والليرة اللبناني بلبنان مش عم ياخدها منك، وبالتالي أنت عم تحكي بعد ايه بعملة بمكان آخر غير قابل للصرف. لا، الاستحقاق الرئاسي شيء أصغر بكثير من الشيء اللي عم بيصير بالمنطقة. نحن عم نحكي عن رسم خرائط. جاي الإسرائيلي يقول هلأ وقت يهودية الدولة، الموجودين بشمال عرب بالجليل بوديهم على لبنان، واضح موجودين بالضفة بيروحوا على الأردن، موجودين بغزة يروحوا على سيناء على مصر، وبسكرها وبزنرها وبقول خلصنا، إسرائيل دولة لليهود. ومش بالصدفة أحيوا قال شغلة من تراثهم إنه يبزقوا كل يوم 3 مرات على رجال الدين المسيحيين، ومش بالصدفة راحوا يقولوا هلأ صار وقت نبني الهيكل ونهبط مسجد الأقصى اللي هو شيء أساسي في الوجدان الإسلامي. نعم، الإسرائيليون يعتقدون أنها فرصة لبناء يهودية الدولة وطرد المسيحيين والمسلمين والدروز منها. اوكي وبقلب هذا الصراع الكبير تفصيل كتير صغير، موضوع رئيس الجمهورية. اوكي اي متى يعني بس تنتهي هذه الحرب؟ الوضع الفلسطيني ينتهي كما كان قبل عملية طوفان الأقصى، ولا في سقف هالمرة ما رح يتنازلوا عنه الفلسطينيين اللي هو حل الدولتين بالحد الأدنى، علما أنه حماس مش كتير أول مقتنعة شيء كمان؟ بدنا نشوفها كيف بدها تنتهي. بدنا نشوفها ما كيف أنت بدها تنتهي. حاسم النصر. لا، بدنا نشوفها كيف بدها تنتهي وإمتى بدها تنتهي. يعني بدها تنتهي بعد جمعة ولا بدها تنتهي بعد 5 سنين؟ لأنه قد ما بتراقب الإسرائيليين كانوا عم يحكوا بسيناريو حرب 4 أشهر ايه قلت عبر لي عنه نتنياهو. هلا امبارح عم يطمننا وزير الأمن إنه هذا الأمر يحتاج إلى سنين طويلة. الأكيد الأكيد أن ما قبل طوفان الأقصى ليس كما بعده. الأكيد الأكيد إنه الجيل الفلسطيني الجديد رح يروح يلتصق أكثر وأكثر بحماس، لأنه شاف إنه هذا التنظيم الفلسطيني الوحيد اللي قدر يوجع الإسرائيليين هالقد. هلا إذا بينعمل تسوية كبيرة بالمنطقة وبلبنان وحل الدولتين وعودة اللاجئين صرنا عم نحكي بشيء بعيد أنا مش شايفه هلا. يعني بعتقد نابليون بيقول في ساحة الحرب لا مكان للدرس. كل هذا الحديث هو حديث درس. بعدنا بالحرب، تخلص الحرب ببلش الحديث عن توزيع التركي تبعا لنتائج الحرب. الفلسطينيين قدروا يحققوا إصابة بعمق أصل فلسفة وجود إسرائيل. ايه بس كيف بقرشوها؟ يعني إذا رجع الوضع على ما كان عليه سابقا أو وصار أول اليوم شيء الانتصار مجرد أول شيء البقاء لا بغزة. أول شيء بيقرشوها بتحرير الأسرى. عم نحكي عن 6000 أسير، صحيح، وهذا أمر منه شيء عادي. ومن ضمن الأسرى هناك قيادات أساسية. ما بدي فوت بالملف الفلسطيني، أنا بالملف اللبناني مش عم بحب المنقار. في قيادات أساسية لحركة فتح موجودة بالسجن، وقت اللي بدها تطلع كمان هي رح تكون عم بتدير حركة فتح. بكير كتير عن الحكي، لكن ما قبل الطوفان ليس كما بعده. الثمن الأساس رح يكون هو موضوع الأسرى، طيب. ويمكن بالأيام اللي جاي أكثر وأكثر وأكثر رح تشوفي موضوع الأسرى بالذات الأمريكيين بالصوت والصورة على الشاشات، عم يطلعوا بمقابلات بمناشدات. حركة حماس لديها ورقة ضغط قوية سوف تستخدمها في الأيام المقبلة. وكنت سألتي حضرتك عن معبر رفح قبل البريك. معبر رفح عم بيفتح بالمواد الإنسانية مش لأنه الأمريكان قلبهم طيب، لا، لأنه في أسرى أمريكانيين وفي فلسطينيين حاملين جواز السفر الأمريكي. عم بيقول الأمريكي بيفتح المعبر بتعطوني أول دفعة فلسطينيين اللي معهم باسبور أمريكي، عم نحكي عن 540 شخص. تاني دفعة بتعطوني جزء من الأمريكان الموجودين اللي هن أمريكان غير إسرائيليين، يعني مش مزدوجي الجنسية. بس في مشكلة اليوم بتتعلق بالمعبر، انه عم بتقول حماس انه المساعدات مش توصل بس للجنوب، لانه هيدي بيكون ضمن سياق استكمال التهجير من الشمال طبعا، للجنوب. ومع الإشارة انه اليوم طلعت الطائرات الإسرائيلية دمرت الأنروا ومستودعات اللي فيها حليب أطفال واللي فيها حفاضات واللي فيها مواد غذائية أولية وطبية. المشروع خطير في المنطقة، والحكي هيك عن الطاقة
طب سؤال تفاصيل اخير، النتائج نحن بكير وقتنا عليها. خلص بس بدي اسالك هذا السؤال. قلت لي ما بدك نقار وما رح فوتك بنقار، نعم. بس خالد مشعل عمل مقابلتين، شو شو انتقد فيها بطريقه مبطنه حزب الله وايران، واعتبر انه مشكورين على الجهود ولكن نحن بحاجه الى ما هو اكثر من ذلك. هذا الكلام عم يجي من خالد مشعل. شو اسم ابنك الصغير الله يخلي لك اياه؟ بنتي اليساندرا. ايه بنتك بتعرف بطوفان الاقصى اكثر ما خالد مشعل كان بيعرف، وفيقوه وقالوا له قوم قوم مدري شو صاير بفلسطين. مش هو بيعرف شو صاير؟ في جسم عسكري ما له علاقه فيه خالد مشعل، ولا بيحكوا معه ولا بيحكوا معه ولا بيسمعوه ولا بيأثر عليهم. خالد مشعل قاعد باوتيل 7 نجوم، بده لبنان كله يبلش كب صواريخ. خيي انا عم بقول على الهواء، واذا بتحبي توصلي له اياه لمكتبه الاعلامي، يجي على مطار بيروت. والله هي وعد شرف اذا خالد مشعل بيوصل على مطار بيروت، انا بدي ركبه بسياره وطلعه على سهل المجيديه عند قرايبيني هونيك، وافتح له الطريق وقول له يلا فوت قاتل. ما فيك تقاتل انت وقاعد باوتيل 7 نجوم يا خيي، بدك تشرف على بيروت وتيجي تقاتل هون. ايه بيباط حزب الله عن التنظيمات الفلسطينيه اللي عم تبعت من الجنوب رسائل؟ عم تعملي حلقه ثانيه يا اخي. لا 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 مش ايه بيباط. لقلك لك شو صار. اجوا الفلسطينيين وهلا عم يسمعوني قاده الاجهزه الامنيه اللبنانيه، عشرات الالاف بدهم يطلعوا على الجنوب. كان حزب الله عنده خيار من اثنين، او هول الناس يوصلوا ويصير كل واحد معه كلاشني اوز، معه بسافني اوز، واللي قادر يفوت يفوت واللي مش قادر يفوت يفوت، وبده يسقط عدد كبير من الشهداء، لانه بتعرفي اذا قوه مش منظمه بوجود الكاميرات الاسرائيليه والدرون الاسرائيليه وطائرات الاستطلاع الاسرائيليه. اجى حزب الله قال لا، بننظم عمليه المشاركه ضمن قواعد الاشتباك، واستطاع حزب الله ان يفك هذا اللغم. وحتى الدول اللي كانت بالاول معترضه على الموضوع الفلسطيني اليوم غيرت رايها، لانه بالتجربه بين انه لا، هذا الامر يضبط اكثر الجبهه الجنوبيه. مدير مركز الارتكاز الاعلامي استاذ سالم زهران، شكرا كثير لك على حضرتك. هيدي الحلقه. مشاهدينا بنشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.